ديزيز ثاني اللي هو increase the production of aldosterone. اوكي قبل هذا حتى تكون واضحه شوفوا اطباء احنا بالبدايه من الالدوستيرون البرودكشن مالته من الجلوميرولوزا من الادرينال جلاند اوكي الستيميليشن مالته شنو هو قلنا عن طريق الرنين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم اوكي وافتهمناها القصه الالدوستيرون ليفل عندنا عاده برايمري او حتى تكون واضحه برايمري هايبر الدوستيرونيزم اوكي هاي معناها نقصد بها معناها عاده نقصد ان التيومر producing aldosterone بالتحديد بالزونه glomerulosa يعني بين قوسين بالادرينال جلاند اوكي هذا اول كوز ممكن يساعد لي الادرينال الالدوستيرون اوكي اكشن نسميه سكندري وانا ما ارد اجاوبه انتم تجاوبوني تتوقعون سكندري هايبر الدوستيرونيزم شو ممكن يسوي لي اريد هيج ديفرنشال دياجنوستس على يجي ببالكم لا لا السندروم اوف نبرويت انت داش كومون مو لا اوكي بين قوسين اللي اريد تعرفوا انه السكندري وان عاد سنفكر الفيتد ويا رنين ليفر اكو شيء طبعا احنا نعرف ان شاء الله ليتر ناخذها بالنفرولوجي التفاصيل بس بسرعه اما الانزيم كرنين اوكي البرودكشن مالته يطلع من سيل نسميها جكستا جلوميرولار سيل احيانا ممكن يصير رنين producing tumor فبالتالي راح يزيد عندي الرنين اكتيفيتي نتيجه لهذا كل هذا الشيء راح يزيد فيصعد عندي الالدوستيرون فبالتالي رنين producing tumor ممكن يصعد لي يعني. النقطه الثانيه ممكن اي شيء يساعد لنا الرنين وقلنا بقيتها 3 فاكتورز اول شيء decrease renal perfusion حكينا عن هذا الشيء النقطه الثانيه اذا البيشنت decrease sodium delivery to macular dense وهي اللي ترى نحكي عنها والنقطه الثالثه بيتا 1 اكتيفيتي اوكي هاي ثلاث اشياء كانت شو اسمه سواء ديكريز رينال بيرفيوجن سواء ديكريز صوديوم ديليفري تو ماكولا دينسا او انكريز بيتا 1 ادرينرجيك اكتيفيتي هاي ثلاث اشياء راح تزيد لي الرنين ليفل اوكي نتيجه هذا الرنين ليفل راح يزيد لي الالدوستيرون ليفل واضح لي حدنا الفكره حاليا اذا اقول البرايمري هايبر الدوستيرونزم ديو تو ايش اسمه ادرينال جلاند ديزيز موستلي ممكن ادينوما هايبر بليجيا كلها السكندري هايبر الدوسترونزم اسوشيتد ليفيتد رنين ليفل اوكي ممكن هذا شو اللي يساعد لي ممكن رنين برودوسينج تيومر وممكن اني كوز ليفيتد رنين ليفل واضحه ببالي حتى الان واضحه اوكي اوكي لهذا خلوها هاي المعلومه طبعا هو بستب 1 مو كلش ذاكرها بس يعني ذاكر بس يجي بسرعة بس انتو خلوها ببالكم تفيدكم حتى بالكلينيكال وليتر اون بستيب 2 عندي بيشنت هايبر الدوسترونيزم قبل ما ابدي احكي عنه اريد تقولوا لي الفايندينج مالته شنو اخبار سيرام صوديوم البوتاسيوم والبي اتش ليفل ايش انتو بتفكيركم برايكم الفيتد ليفل الدوسترون شنو اتوقع الفايندينج طبعا هنا راح تجي اهميه الفيزيولوجي اللي يعرف الفيزيولوجي راح يعرف بالضبط شنو بده يصير عندي اوكي البي اتش ليفل تتوقعون اسيدوسيس الكالوسيس شنو فاين اوكي عاش فيكم طبعا الصوديوم ممكن يكون اليفيتد ممكن يكون نورمال اوكي وهسه راح نحكي عن شيء نسميه الدوستيرون اسكيب ميكانيزم اوكي بس هو عاده يكون اليفيتد اوكي هسه راح نعرف القصه ليش يصير عندي شنو قصة الالدوستيرون اسكيب ميكانيزم؟ احنا نعرف انه الالدوستيرون يسوي لي صوديوم اند ووتر ريتينشن ويسوي لي بالمقابل بوتاسيوم اكسكريشن وهيدروجين ايون اكسكريشن بالتالي اتوقع البوتاسيوم لو البي اتش ليفل احنا مثل ما قلنا هو يسوي اتش سي او 3 ري ابسوربشن وهيدروجين ايون اكسكريشن فاتوقع البيشنت عنده الكالوسيس يعني بين قوسين البي اتش اليفيتد اوكي هاي من الفيزيولوجي نعرفها النقطة المهمة
بيشن عند الصوديوم and water retention. الهايبر الألدوسترونيزم بالتحديد البرايمري وان عادة ذول البيشنس تتوقع وياها مع رغم انه هذا الهايبر الألدوسترونيزم ما تتوقع رغم الواتر ريتينشن ما تتوقع تشوف عندهم اوديما ما تشوف عندهم ليش ما نشوف عندهم اكو شيء نسميه الألدوسترون اسكيب ميكانيزم هسه راح نفهمه ونشرحه وتعرفون القصه بتفاصيلها واحد لحد الان كفايندينج اوكي لحد الان اذا بيشنس اجاك للطوارئ وقال لك دكتور عندي هايبرتينشن وباي اكسيدنت والله بدها تحضر العمليه او شيء بدها تزيد الكترولايت وشفت البوتاسيوم ليفل لو فكر هذا البيشنت ممكن شنو البيشنت ممكن هايبر الدوسترونيزم خلي ببالكم اهم شيء عندك صاحب الكتب كل شيء يحبون يبنوا جلاس البوتاسيوم ليفل اكثر من الصوديوم بتعرفه انه لو ليفل اوف بوتاسيوم ويدورون تعرف انه هذا البيشنت عنده الكيروسيس اوكي هاي نقطتين كلش مهمه احفظوها اوكي زين هسه عرفنا القصه الالدوسترون ليفل عندنا هاي اوكي عندنا يا اما برايمري يا اما سكندري شلون اميز بين البرايمري والسكندري اكو شيء نسميه تيست نسميه الدوسترون رنين ريشيو شنو الفكره مالته هاي الريشيو اذا بيش عنده برايمري هايبر الدوسترونيزم حتى تكون واضحه هذا البيشنت هذا الالدوسترون اليفيتد اربا اوكي الالدوسترون اذا اليفيتد اتوقع الرنين اذا كانت ادينوما ادينوما برودوسينج الدوسترون او الالدوسترون برودوسينج ادينوما سوري اذا البيشنت عنده هذا الادينوما بيطلع عنده الالدوسترون الرنين ليفل اتوقع شنو اخباره اذا تيومر اوف ادرينال جلاند او ادينوما بالضبط نيجاتيف فيدباك ميكانيزم ما احتاج لاكتيفيتي مال رنين فاتوقع رنين ليفل راح يكون لو عاشتيتكم بالضبط نفس الشيء كلكم قلتوا عاشتيتكم فبالتالي نرجع هنا الالدوسترون رنين ريشيو بالبرايمري اتوقع شنو اشوفه elevated واحيانا يقول لك more than 20 اوكي طبعا انتم مو مهم تعرفون هاي الارقام بس تكون الالدوسترون ورنين ريشيو هاي ليش لان هي رياضيات الالدوسترون عندي هاي والرنين لو فبالتالي اتوقع الالدوسترون ورنين ريشيو هاي هاي شنو هاي بالبرايمري اوكي زين اذا كان رنين producing tumor او عندي decrease renal perfusion او عندي decrease sodium delivery to macular density او عندي patient beta 1 activity increase activity اتوقع بالسكندري شنو اخبار الالدوسترون ورنين ريشيو بالضبط الالدوسترون صح صاعد بس بالمقابل ويا الرنين صاعد فاتوقع هاي تكون قليله ليش لان احنا تعرفون رياضيات بسط ومقام المقام كل ما كان يصعد الريشيو مالتنا راح تقل صح لو لا بالضبط كان تقسم 100 مثلا على 20 راح او خلينا نقول حتى تكون طبعا هاي الارقام هيك تخيليه مو واحد يقول هاي النسبه مالتهم 100 على 5 راح تطلع لك 20 بس بالمقابل صعد الرنين مالتك سوي 20 راح تطلع لك ايش قد 5 وهكذا اوكي كان قوسين ما دام الرنين دا يصعد اتوقع شو اسمه صح اثنيناتهم ما يصعدون بس الريشيو بصوره عامه راح تقل اوكي فبالتالي اتوقع الدوسترون رنين كريشيو راح تقل اوكي هنا كريشيو راح تزيد ليش لان هنا الرنين لو هنا رنين هاي واضحه طبعا الفكره لحد الان تمام اوكي نرجع نشوف ايش مكتوب بالكتاب حتى نشرح ونوضحها اول شيء الهايبر الدوسترونيزم معناها increase secretion of aldosterone from adrenal gland الفيتشرز مالت البيشنت كعاده اي وات صوديوم اند ووتر ريتينشن اتوقع البيشنت شنو القى البيشنت هايبرتينشن هذا شيء طبيعي اوكي اضافه الى هاي اتوقع هايبوكاليميا هاي نقطه ثانيه والنقطة الثالثة والمهمة القى ميتابوليك الكلوسيس وركزوا على هذا الشيء كلش مهم ميتابوليك الكلوسيس طبعا يقول ان البرايمري هايبر الدوسترونيزم doesn't directly cause edema due to شنو الدوسترون اسكيب ميكانيزم هسه راح نشرحها وفواسه راح نرجع عليها بس اكو انواع من السكندري هايبر الدوسترونيزم بالتحديد هارت فيلير
ممكن طبعا الهارت فيلير ما عندي بامبنج فانكشن اوف ذا هارت معناها ديكريز كارديك اوتبوت معناها شنو هسه هارت فيلير اوكي ديكريز كارديك اوتبوت اوتبوتس اوكي معناها شنو ديكريز رينال بيرفيوجن اوكي معناها شنو اليفيتد رينال ليفل ويزيد لي الدوستيرون صح لو لا واضح الفكره ليش بالهارت فيلير بيصير عندي هايبرالدوسترونيزم واضح لهذا اللي قاري منكم هارت فيلير وسامع هاي المعلومه خصوصا اطباء الباطنيه طبعا مو شرط مذكوره بكتب يقول لك احنا نستخدم سبارونالكتون اوكي اللي هو بوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك احنا عاده نستخدمه بدوز تعتبر دوز الدوستيرون انتاغونست ما نستخدمه بدوز دايوريتيك يعني بين قوسين بالهارت فيلير من نعطي سبارونالكتون اللي هو ان شاء الله بالنفرولوجي راح نحكي عنه ما نعطي على مود دايوريتيك اذا نعطي سبارونالكتون على مود نخلص من هاي الكومبنسيتر ميكانيزم اللي بتصير عندي بالهارت فيلير حتى اخلص من هذا الهاي الدوستيرون اللي يسوي لي ووتر ريتينشن وانتم تعرفون كل ما يصير فوليوم اوف اوفرلود بيصير معناها اكسسربيشن للهارت فيلير واضح الفكره اطباء فوحده من الاشياء اللي بتقروها بالهارت فيلير طبعا هذه هاي ستيب 2 طبعا انه احنا نعطي سبارونالكتون الدوز تعتبر دوز الدوستيرون انتاغونست مو دوز دايوريتيك اوكي واضح الفكره لان هاي القصه كلها هاي بيصير عندي اوكي هاي الباثفيزيولوجي مالتها اوكي فبالتالي هسه احنا فهمنا هسه راح نفهم ليش البرايمري بيصير ما يصير عندهم اوديما والسكندري احيانا يصير عندهم اوديما اوكي ليش لان السكندري بيصير امبير للالدوستيرون اسكيب فينومينا او ميكانيزم هسه راح نعرف تفاصيله اوكي يبقى البرايمري مثل ما قلنا عاده نشوفها بالادرينال ادينوما ويسموه كون سيندروم اوكي ممكن نضاف الى هذا نشوفها بالبايلاترال ادرينال هايبربليجيا اذا كانت بين قوسين انفولف لجلوميرولوزا واحيانا شرح نشوف بيها الفيتد الدوستيرون وذو رنين فبالتالي تكتبوا يمكم الدوستيرون رنين ريشيو راح تكون هاي اوكي هاي النقطه الاولى فبالتالي بيشك ممكن يجيك هايبرتنشن او الفارق الصقليه السكندري هايبر الدوسترونيزم وين نشوفه ممكن البيشنت عنده رينو فاسكولار هايبرتنشن طبعا هذا رينو فاسكولار هايبرتنشن واحده من الكوزز مالته رينو ارتستينوسيس بس اوفوا حاليا للدكتور روح بيها ممكن اذا كان ان شاء الله راح ناخذها يعني قصدي بالنفرولوجي مو راح نوفاته اوكي ممكن اذا البيشنت كان جاكستا جلوميرال سيل تيومر يعني رنين برودوسينج تيومر اوكي اضافه الى هذا البيشنت اذا كان عنده ديكريز رينال بيرفيوجن اوكي يعني شنو نقصد عنده مثلا عنده هارت فيلير ممكن عنده نفروتيك سيندروم ممكن عنده حتى ليفر سيروسيس يعني بين قوسين بيصير اكتيفيشن هذا الرنين الدوستيرون سيستم فبالتالي انا اخلي ببالي السكندري هايبرز الدوستيرونزم مو شرط احفظ هذه التفاصيل احفظ انه يا اما رنين برودوسينج تيومر يا اما اي شيء زي الرنين اللي هي ديكريز بيرفيوجن او decrease sodium delivery to macula densa او decrease beta 1 activity او اي وحده ممكن تسوي لي secondary hyperaldosteronism كبرايمري وكسكندري كcauses وكpresentation باستثناء موضوع الاودي معروفه لحد الان اوكي واضحه رينو فاسكولار هايبرتنشن يعني نقصد بها اليفيتد بلاد بريشر بالرينال فازلز اوكي يعني بين قوسين اكو كوزز واحده منها رينال ارتري هايبر رينال ارتري ستينوسيس واحده منها اوكي طبعا هاي التفاصيل عفوها معني ان شاء الله ناخذها بالجزء منها بالكارديو فاسكولار من نحكي عن بالتحديد نحكي عن الهايبرتنشن وجزء منها ان شاء الله ناخذ بالنفرولوجي اوكي اذا هسه بقت قصه واحده اريد نعرف ليش بالبرايمري هايبر الدوسترونيزم بيشنت بدنا نشوف عنده اوديما اوكي ودي يقول ديو تو الدوسترون اسكيب ميكانيزم فانكشن بالمقابل اكو سيرتن كوزز اوف سكندري هايبر الدوسترونيزم بالتحديد هارت فيلير ويقول ممكن نشوف عنده اوديما ليش لان ديو تو امبيد فانكشن اوف الدوسترون اسكيب ميكانيزم هسه راح نعرف هاي القصه
الالدوستيرون اسكيب ميكانيزم ببساطه. هاي الليفل اوف الدوستيرون احنا نعرف الفانكشن مالته ايش راح يسوي لي، صوديوم اند ووتر ريتينشن. اوكي، فبالتالي نتيجه الووتر ريتينشن راح يزيد الانترا فاسكولار فوليوم. اوكي، نتيجه لهذا راح يصير فوليوم اوفرلود كبدايه. هذا كلها هاي الفوليوم اوفرلود والانكريز رينال بلاد فلو، هاي كلها تسوي لي ستريتشنج على الهارت ماسلز. يعني تخيل انت الهارت بيجي له هاي فلويد عنده، يعني ببساطه دار اوضح لكم اياها، هاي الاوفرلود بيسوي ستريتشنج للهارت، فتطلع لي تو ستراكشرز اللي هي اي ان بي وبي ان بي، اللي هي اتريال ناتيوريتك بيبتايد وبرين ناتيوريتك بيبتايد. هاي شنو الفانكشن مالته؟ هي اسمها ناتيوريتك، يعني تسوي ناتيوريسيس، يعني شنو؟ يعني تسوي لي صوديوم لوس انهانس، هو بصراحه انهبت صوديوم ريابزوربشن وانهانس صوديوم اكسكريشن. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هذا الشيء كله اضافه لهذا، شافوا انه هذه لين تسوي لك دايوريسيس ايضا ممكن ليتل افكت صراحه على على الليفل اوف الدوستيرون، بس ايضا راح تقلل الاشتو او ريابزوربشن وانهانس اكسكريشن. يعني بين قوسين عندك دايوريتك دا يشتغل انترنال دايوريتك ببساطه. اوكي، فبالتالي حتى تكون واضحه، بيشنت عنده هايبر الدوستيرونيزم الدوستيرون بيسوي لي صوديوم اند ووتر ريتينشن. اوكي، هذا الريتينشن راح يصير عندي اوفرلود، راح يصير ستريتشنج للهارت مسل. اوكي، راح يصير عندي اي ان بي، سوري هاي شركه اي ان بي اليفيتد وبي ان بي برين ناتشورال بيتساد وتير ناتشورال بيتساد، راح يصير بها اليفيتد اللي هي نتيجه للستريتشنج اوف هارت مسلز. فبالتالي اتوقع هذا ايش راح يسوي لي؟ انهانس صوديوم اند ووتر اكسكريشن، تعتبر كدايرت وهي انهبت صوديوم ريابزوربشن. اوكي، نتيجه لهذا ما راح اشوف هاي الاوديما اللي نشوفها، هاي بالبرايمري هايبر الدوستيرونيزم. بالمقابل بالسكندري هايبر الدوستيرونيزم قال لك سيرتن تايب، بالتحديد بالهارت فيلير، الهارت اوريدي فيل، فبالتالي هاي الان بي الاي ان بي والبي ان بي ما راح اتوقع هاي ممكن يصيرها ريليز وذ ادكويت كومبنسيشن. هي ممكن تطلع اوكي، بس ما راح تزيد وذ ادكويت سبستانس. اوكي، فبالتالي نتيجه لهذا الشيء البيشنت اتوقع بالبرايمري هايبر الدوستيرونيزم، اضافه لهذا طبعا هذا الاوفرلود ليتر اون ممكن يصير نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الالدوستيرون، لان بيصير عندي هوايه فلويد ممكن يقلل الالدوستيرون، بس ما اتوقع يقلل هوايه اذا كان ادينومو. اوكي، بس مينلي هي هاي الفكره، الفكره انه اني دا اسوي ووتر ريتينشن، هذا الووتر والصوديوم ريتينشن يزيد لي الاي ان بي والبي ان بي اللي هي تعتبر تسوي لي صوديوم ووتر اكسكريشن، وايضا الى نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الالدوستيرون. فبالنتيجه لهذا اتوقع هذا البيشنت ممكن البرايمري 1 وهوايه من الكوزز ما السكندري ما راح اشوف عنده اوديما، بس اذا كان السكندري ديو تو هارت فيلير راح اشوف عنده اوديما. ليش؟ لان ديو تو فيلر اوف الدوستيرون اسكيب ميكانيزم. اوكي، بين قوسين يعني اقصد بها انه الدوستيرون اسكيب ميكانيزم شنو؟ يعني انه هاي السيطره مال الدوستيرون على الفلويد ليفل بالبادي اسوي لها اسكيبنج عن طريق الاي ان بي والبي ان بي مينلي. واضحه طبعا الفكره؟ لا، هو ما دام اكو فلويد اوفرلود البيشنت عادي الهايبر الدوستيرونيزم كلهم نشوفهم، يعني الغالبيه العظمى منهم نشوف عندهم ايش اسمه هايبرتنشن. اوكي، يعني حتى هذا الكومبنسيشن اوكي راح يقلل لك الفلويد، بس يبقى هذا ايش اسمه البيشنت ما يرجع مثل الطبيعي نتيجه للصوديوم والووتر الموجود. اوكي، ليس الهيمترز هم نستخدمه على مود هذه الشغله، صح؟ يعني حتى على مود هاي الكومبنسيتوري ميكانيزم واحده من الاشياء نستخدمها، بس وعات ليس الهيمتر باي ذا واي هو موستلي افكتد، يعني هو طبعا هذا الموضوع خارج موضوعنا اتول، بس موستلي افكتد بالهارت فيلير على السيستوليك هارت فيلير، ان شاء الله ناخذه ليتر اون بالكارديولوجي هاي التفاصيل. والله صدق الاندوكراين صدق ممتع صراحه، يعني الاندوكراين من السيستمز الكل شاحبها يعني. اوكي، لان هو صدق اذا تفهم الميكانيزم خصوصا فيزيولوجي، اذا عندك جود فيزيولوجي بس تاخذ الباثولوجي برنسبل
تقوم تفهمه كل شيء تفهمه وما تحتاج تحفظ أي شيء. أوكي يعني مثلا بالنيورولوجي تحتاج تحفظ كم شغلة مهم تحفظها، بس الكارديوفاسكولار مثلا والإندوكراين هاي كل شيء تو سيستمز أحبها صراحة. أوكي وحتى النفرولوجي صراحة شوفوا النفرولوجي كلش ممتع صراحة. أوكي.